انا عايز يوم يكون فريد شوقي عانى فيه من ادواره في السينما، يعني صدفته متاعب نتيجة أدواره اللي اشتهرت بالشر دي. ده كان زمان برضو، من زمان قوي قوي. يعني في الأدوار الشريرة أذكر حادثة لطيفة جدا، كليا أخت متزوجة الوقت، إنما كان زمان ما كانتش متزوجة، فبيجي لها العرسان، فكان والدي ووالدتي يدخلوا وأنا أدخل أشوف العريس ووالدته، يعني اللي هي أيام الخطوبة دي. فيسألوني عن السينما وبيشوفوني في السينما وأدوار الشر وبياخد فلوسهم من ليلى مراد، فكان يعني الـ 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 الزواج أو الخطبة ما بتنجحش مرة واثنين وثلاثة. ده سبب. بسبب يعني. ففي يوم جاء عريس كويس جدا لأختي، فأنا بلبس وداخل بقى علشان أقابله، فوالدتي قالت لا ما تخشش بقى، خلي المرة دي الجوازة تفلح، ودخلت أخويا الظبط. أكتر أيام التكريم اللي حسيت فيها بتكريم من الناس ومن المهتمين بالفن كان يوم إيه؟ يوم ما خدت الوسام، ده كان أعظم يوم فعلا من أيام حياتي، ويوم ما خدت جايزة أحسن ممثل أكثر من مرة. حياة فريد شوقي في السينما بحلوها ومرها بالنسبة له بتشكل إيه؟ الأمل اللي كنت برغبه وأنا طفل وهاوي. تجربة ناجحة؟ تجربة ناجحة الحمد لله.